طيب، هو دلوقتي في واحد صاحبي اكتشف ان والده بيكلم واحدة على امه، هو ما يعرفش هو اصلا متزوجها او لا، بس هو مش عارف دلوقتي يتصرف يعمل ايه. ينصح والده بينه وبينه أو برسالة إذا حب أن لا يظهر في الصورة، رسالة من شخص مجهول يحكي لهم كل ما يريد، وإن شاء الله لعله ينزجر. السلام عليكم.